محمد الصوت اللي طالع ده والشتيمة. لا ما فيش شتيمة، احنا بعيد، ما هو في مونتاج وفي حاجات بتقص. امال الشتيمة انت بتشتم؟ استنى استنى، الصوت الصوت الصوت. هما القطعتين دول اللي ما بيعملوا الصوت. مساء الخير، مساء الخير، مساء الخير على متابعينا متابعي منصة أبو كبير ميديا. معكم الإسكندرية إسلام رضا. دلوقتي معانا عم مصطفى الرجل الجميل ده، يعني أستاذ في صناعة الناي. الناي وقالت المبرونة. هو دلوقتي هيفرجنا ويورينا ويسمعنا كمان حاجات كتيرة دلوقتي. هي بتصنع من الغاب اللي هو زي كده، اللي هو البوصل يا دوت، بتصنع من الحاجات اللي هي يعني متوفرة في كل الأراضي. عايزين نسمع ونشوف ونتفرج عم مصطفى. ماشي. مصطفى بيقف في سوق الجمعة. سوق الجمعة في اسكندرية هنا في منطقة العباري. سوق الجمعة وفي المنشية تلاقينه فوق. بتقف هنا وهنا يا مصطفى؟ بقف يعني في الأيام العادية بفرش في محطة مصر، في المنشية، في أي مكان يعني. بس بصنع ايه بتاعتين دول اللي هم بيصنعوا؟ الأول بصنعها كده وبخرمها تخريم الشغل ده. ايوه قول لنا بقى المرحله الاولانيه بقى بتبتدي ايه بقى، بتعمل ايه؟ ببدا البوصل زياده كده العدد، بجمع بوصتين كعبين زي بعض. تمام. وبسويهم كده الاول وبربطهم لنفس الشغل ده كده. بعد كده بخرم التخريم ده على النار. زي بخرمه ازاي بقى يا عم مصطفى؟ بسخن زي مفكات كده. وبعد كده بعمل بعمل في 6 طوايه منها، في 5 طوايه في ارغول. آله الارغول اسمها ايه دي؟ دي آله المجرونه. مجرونه ليها شعبيه في مطروح وفي الحته دي. صعيدي يعني ولا عرباوي؟ عرباوي بس تعزف كل الالحان يعني، سواء عرباوي او او. مصطفى يورينا دلوقتي الصناعه بتاعتها زي ما انتم شايفين دلوقتي يعني. وصلنا على الناي برضه والكوله برضه. بصنع آلة الناي والكاولة برضه. صنع آلة الناي والكاولة بسلك نحاس وظبطها، بس بتبقى صوت الناي كده. ده صوت الناي، أما صوت المجرونة بالله. زي ما انتم شايفين دلوقتي عم مصطفى يعني اللسان ده هو اللي ايه ده بقى؟ دي اللسانين دول هم اللي بيعملوا الصوت زي صوت الركارديون. وريهولي كده عم مصطفى، وريه الناس. انا بفتح الكعب البوص، بفتح الريشه دي كده. دي بقى مش هتبقى في الصوت؟ دي اللي بتعمل الصوت في المجرون. دي اللي بتحكي في الصوت اصلا. بعد كده بوزن الصوتين زي بعض كده. وبعزف كل الالحان عليها. اي لحن انت بتعزفه؟ اي لحن، عرباوي او غير عرباوي. لا هم مش ما انا عاوز برضه اتصور معاه، عاوز اشوف الدنيا ماشيه ازاي. يمكن ننجح على هو يا ابني، هو يا ابني هيرجع القناه. زي ما انتم شايفين دلوقتي عم مصطفى بيعمل بيصنع الناي يعني من بدايته. ناي وآلة المجرونة دي. آلة المجرونة دي ايه؟ آلة المجرونة البدوي بس بتعزف كل الناي. بعمل منك برضه بالبوص بس بيبقى 9 عول كده.
ده انا بعمل الاتنين زي بعض. بوزن الصوتين زي بعض كده. انت بتعمل ايه بقى يا مصطفى؟ بوزن الصوتين يعني لازم الاتنين دول يبقى صوتهم زي بعض الاتنين موزونين. بالنسبة لدي دي لسه برضو بعمل لها واحدتين هنا. السعادة يقول عليها لبالب، في العربي يقول لك عليها دي بلاوز. يقول عليها لبالب دول لبانة لبلب يعني لبلب. العرب يقول عليها بلاويز بلوز ده. انا بقول عليها غاب دي. الغاب اللي هو كده. بس بتبقى بوصه اتخن يعني. بوزن الصوت. بتعزف من الناحيه دي بعد لا بوزن الصوتين زي بعض. لسه انا بوزن الصوتين. بتوزن الصوتين. بعد كده بعزف بيها. انت كده بتعمل ايه بقى؟ بوزن الصوت. لسه بوزن الصوتين زي بعض الاول. زي ما شايفين عبد المصطفى شعبيه يعني. الناس واقفه. الشباب واقف مستني ياخد من عبد المصطفى الناي زي ما انتم شايفين دلوقتي. هو لو واحد خلقت انت لسه كده بتظبط الصوت عم بوزن الصوتين. خدنا من بعيد. بوزن الصوتين. ايوه ما انا شغال معاه. خدنا من الصوت من بعيد. انت كده وزنت الصوت ولا لسه؟ كده لسه بتوزع الصوت. لا تيادو يعني. حاجه رمضان هي تعزف كل الالحان بس يعني عشان انا لسه بعملها يدوي دلوقتي. جبنا كلنا يا باشا. ايوه ما شغال. دي عند منها بخمسة وبعشرة وبعشرين الليلة دي. مجرونة دي تعمل عشرين. لازم السلطان يتوازن زي بعض. لسه يعني؟ دي لسه ما اتعملتش. طب خليك باللي دي شغال. سمعنا حاجه رمضانيه مثلا المكرونه. قالت المكرونه ماشي. المكرونه. انت كده بتعمل ايه بقى يا مصطفى البتاع ده؟ دي رشتين دول. رشتين دول. لازم الاثنين يبقوا دول موزنين. الصوت ده زي ده بالظبط زي كفتين الميزان. انت يعني انت شايفك هو بعمل اللسانين. شايفك ماسح من فوق. الصوت ده ايه بقى؟ الصوت ده بيجي من من الرشتين دول اللي انا عملته من البوص اللي هو زي كده. البوص اللي زي ده كده الطرف البوصه من فوق اللي هي البلوك بتاعه. اه طرف اللي هو لك المنشيه يا مصطفى ان شاء الله تلاقينا انا واقف هيكون معايا الشغل جاهز يعني عن كده. شغال معايا كان من مش عارف ليش جايبني معايا. هو عشان هو لازم يطلع لوحده. شغال معايا يا جدعان. شغال معايا يا جدعان.
كده حته عربيه حته ان شاء الله. زي ما انتم شايفين عم مصطفى دلوقتي بيعزف الحانه الجميله والاله الجميله اللي هو عاملها هاند ميد يدوي، موجود في سوق الجمعه في منطقه الاباري في اسكندريه. كلثوم عمل الاله البسيطه الهاند دي جميله وسمعها شغل يدوي جميله جدا بجد. احنا عايزين نشوف دي كمان عم مصطفى بيعملها شكلها شكل بعمل حاجه بخمسه كده و... دي بكام دي؟ بخمسه وب10 دي بخمسه عليك. ده حاجه بخمسه كده يعتبر يعني بتاعت الغلابه. اه طفل صغير بيعرف بيها. ودي حاجه ب 20 زي كده. احنا بقى لام كلثوم الاله دي اسمها ايه الاول؟ دي يعني بقى ممكن اشغلها انا كده. بس انا بحط لها زمارة كده من جوه زي كده نفس دي كده حتى من جوه كده. انت اشتغلت لو حبيت اشغلها ناي وزمارة حاجه بخمسه يعني جميلة شغل يد جت ناي وجت مسمار يعني حاجه بسيطه وسعرها دي برضو بتعمل برضو حاجتين تدمر لهم يعني ورا الخمسه جني للغلابه هتستعزف حزاين برضو كده مواويل دي حاجه كده شغل يدوي يعتبر ايه؟ شغل تكلفه بسيطة يعني يدوي وشغل بسيط.
زياده وشغل بسيط بيعمله عم مصطفى الجميل، بيصنع الالات اللي حضراتكم شفتوها دي، الالات اللي انتوا شفتوها دي، الاله الجميله البسيطه دي بكام دي يا عم مصطفى؟ ب 20 جنيه. والاله الجميله اللي حضراتكم شفتوها دي بتبقى مسمار وبتبقى ناي كمان، هو قلب دي مسمار وعملها ناي كمان وب 5 جنيه، موجود في سوق الجمعه في الاباري في اسكندريه، بيعمل حاجات جميله. لو حد طلب منك مثلا تعمل له كميات يا عم مصطفى بتعمل له؟ بنزله نص الساعة ده شوية. نزله نص الساعة. عشان ناكل عيش. أيوة أيوة. خمسة دي بدالة بثلاثة ولا. في حاجة ناي برضو بعمل منها أكبر. يعني بعمل منها الكولة وأعمل الناي برضو. يعني كمان هتقلب دي هيقلبها الناحية التانية. أدي كمان ناي. المرة بتاعتي في إيه؟ أشياب. لحن ده بتاع اسكندريه مطروح بس لحن. دي تجيب كل الالحان عند منها ولا عايز تجيب عبد الحليم اي لحن بس كتير عايزه انت بتقعد فين عموما عم مصطفى بعد عند المنشيه كده اللي اول الجنينه وانت رايح انت رايح في المنشيه عند الجندي مجهول في وسط البلد بعد قبليها كده قبليها بشويه عند اول الجنينه انا عايز اسافر شغال معاك حد عايز اسمع جمال هو صورها جمال هو كده معاك اسمعوا ما انا بشاور لك تعزف حاجه بديوي يا عم تعزف عود الملك خميس المجعاوي ماشي يا عم انت تعزف لها حاجه بديوي بديوي حاجه صغيره كده سمعك خميس المجعاوي ما تقلبش يا صاحبي اسكت عود الملك بعديها شويه زي ما شايفين عم مصطفى بيصنع الحاجات البسيطه دي من الحاجات اللي انتوا شايفينها الكيسه المعدات بتاعتك ايه بقى عم مصطفى خيط خيط وايه خيط وصنفره ممكن اصنفر بيها لو الكعبه كده ايه بقى بتعمل ايه يا مصطفى بصنفر بيها البوصه من جوه يعني عشان تطلع صوت احسن يعني عشان لان دي بيبقى مزروع في الاراضي يعني عادي البوص ده البوص العادي بس كده لما انا عملته طب بجيب الخيط اللي زي كده بلون الوان دي الوان دي بقى الحاجات دي عشان خاطر لو طفل صغير بياخدها مثلا بياخدها بلونها له يعني بجيب انا البوص بفرح الاطفال يعني بعمل له ثلاث اربع الوان من الالوان
انا من الصبح وانا عمال اقول للاستاذ عايز اعزف له حته عرباوه برضه حته عرباوه يا عم صبر كاين عاملك ايه يا عم بعمل منها والله انت قلت لنا ادوات صنفره والزيت وايه تاني يا مصطفى لو بجيب الكعبين زي بعض كده من دول انت قلت بتخرمها ازاي وبتشكلها ازاي كده يا مصطفى منها بخرم يدا ومنها دي بجيب انا ثلاث سياخ كده زي المفك بعد كده ببدا برقم واحد الرفيع الاول وبعدين بعد ما اخلص كده وابدا برقم اثنين اللي هو الادخن شويه رقم ثلاثه ببدا وبعد كده بعمل كده بلسع كده دي الاشكال اللي بتبقى تدي الشكل اللي هو ما شاء الله وبعمل قطعتين فيها اللي هم بيثبتوا ايه الفرق بين دولت ودي ودي؟ دي حاجه اسمها الركيزه دي اللي بتحط فيها البلوزين دول يعني دول مسؤولين عن الصوت بقى دي كل ما يبقى من هنا اوسع دي ارفع عشان دول وبعمل ايه بديها بعد الخيط بديها امير كده على الخيط ده كده بيدي شكل ودول ما يتخلعوش يعني انت بتصنعها وبتشكلها كده وبوزن الصوتين زي واحد لا دي تجيب كل الاجهزه في المجرونه جيب لك رياله المجرونه يعني في ناس صايبه المجرونه اقعد لك هنا رحت محافظات ثانيه للاسكندريه يا مصطفى والله كنت لا ما رحتش لا انا ابنه طيب عزفنا المجرونه بقى ماشي المجرونه انا ابنه عايزين مصطفى الجميل زي ما انت شفته بيصنع اللي آلة المزمار بيطلع مظبوط انا بتعمل كده اكيد طبعا يعني دي حاجه كمان كده يعني ما شاء الله ام انت لو مركز بقى وفاضي تعمل ايه اللي يقول اسمها تديها له ببلاش انت عندك كم اسمها مجرونه ايوه ده عرفها الراجل ده انت عايز عندك كم سنه في حته العوض الملك في لحن العوض الملك ما هي البواليس عاملهم دلوقتي ده اسمه حبيتك بجنون بتاع عوض الملك عم مصطفى انت عندك كام سنه عم مصطفى عمر مصطفى انا عمر عم مصطفى عنده 51 سنه راجل فنان بيصنع الالات الجميله الالات اللي بتطلع لنا اللحن اللي احنا بنحب نسمعه من الناي والمزمار البلدي سمعنا الناي كان معايا نايات من شويه كنت ببيع منها بس دي نظام الناي بيبقى بزاويه كده مغرونه خيار انت جاي
بس بجيب البوصه بتبقى اكبر شويه، بوصه الناي 8 عوال 9 عوال، وبعمل الكوله برضو 4 عوال بس بسلك نحاس وبظبط ما فيهاش ال دي ب 20 جنيه ده ب 20، وبعمل منها بخمسه بس بخمسه واكبر ب 10 برضه. جيب 5 جنيه شهر البتاع تشغل كده قولوا خد لي واحده شويه بس عشان دي لسه عاملها برضه شويه. في ناس طالبه ان انت تنزل لهم الاسماعيليه والانطره. يا ريت ننزل والله تحت امرهم في وقت اظبط شويه في العيد وراح بيهم في العيد. انا بقى ان شاء الله عليك يا مصطفى. تعزف كل الالحان يعني عرباوي وتعزف. عايزين بقى نختم بلحن حلو كده لرمضان. اعمل لحن لو في حاجه رمضان يلا بينا. الصبح بينا ممكن اعزف لك لفريد الاطرش حاجه رمضان. هلت ليالي حلوه وغني حاجه رمضان. هلت ليالي حلوه وغني بتاعت فريد. اي حاجه بتاعت رمضان هي برضو لرمضان. ما هلت ليالي حلوه وغني بتاعت فريد. بس عشان الصوت مصطفى كان معانا في الختام عم مصطفى بلحن جميل. يعني في الختام كان معانا عم مصطفى الجميل الفنان اللي المصنع لآلة الهاند ميد اللي حضراتكم شايفينه، آلة المزمار وآلة الناي. الحاجه الجميله دي ب 20 جنيه وب 10 جنيه وب 5 جنيه زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي بيصنع حاجاته بحاجات بسيطه جدا جدا زي ما انتم شايفين بالخيط والصنفره وحاجات بسيطه جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. وبيعمل الالات الجميله اللي انتم شايفينها زي ديت والمزمار الثاني اللي في ايد اللي هي موجوده دي زي ما انتم شايفين دلوقتي. هتعمل حاجه في دي اعمل له الزماره بتاعتها. طب اعمل لنا. طب يلا ورينا يا مصطفى عشان نختم معاك بيها. مصطفى مصنع اللي دي بالله عليك. مصطفى هيعمل اختراع دلوقتي بالآلة دي الزمارة دي بالآلة دي هيعمل لنا اختراع دلوقتي هنشوفه وده هيكون مسك الختام يعني. ورينا بقى مصطفى يلا. بس عمل له الخلاص بتاع الزمارة بتاعنا. بس بدأ هم سامعين بركب له عشان يسمع بتاعت الحلاوة دي. ماشي ماشي خالص. البس الابيض ده مش نار. البس ماشي يلا يا جدعان. ماشي استنى يا جدعان انزل هيكمل بس خلاص. يلا بقى مصطفى يورينا بركب بس بتاع اللي هي بتاعت الجيلاتا والحاجات بركب لها حاجه اسمها البالوز. خلي بالك انت عايز بوس ناشف. عند البوس اهو الناشف ياما بس بدور على البتاع اللي بشتغل بيها. بس العده بتبقى تايه في البوص يعني. ده شغل يدوي يعني بس يعني مش مكلفه زي تكلفه بسيطه يعني.
بدور على ايه دلوقتي البتاع اللي بشتغل بيه البس مش تابع مصطفى يا عم ده البوس حرام البوس بلد ده يا عم بلد ما شايفين دلوقتي عم مصطفى غير بلد تصنيع بدايه المسمار من اوله يعني ايوه زي ما يعني واحد بيسرع بغزل البنات محتاج دي بيحتاج اللي هو بالزمر بيطلع بغزل البنات ولا جيلاتي بيحتاج النفير ده وبعمل له الزماره فيه بس هو وشه مش باين بقى خلصت تحتك انت اه لو انت كنت بتسجل دلوقتي عم مصطفى زي ما شايفين دلوقتي عم مصطفى الراجل بتاع فرانكفورت جاش النهارده والله حاسب ما دي قال لا سيب كده بتعمل ايه يا مصطفى قول لنا وانت شغال بعمل الريشه دي كده الريشه دي اللي بتعمل انت كده بتعمل الريشه اللي احنا شفناها من شويه ده بتاع الجيلاتو والحلاوه والغزل البنات بيسمع الزبون بيه كده يعني كده عملتها ولا ايه بشغله ولا شارب عملها ازاي قول يا جد والله ينور عامل لها فتله برضو كده ايه بقى الفتله دي بقى الفتله دي عشان عشان اللسان الصوت ما يوطاش يفضل سامر سامره ما انا عاملها لك سامره ما اشتركش انت كده بتعمل ايه بالفتله يا مصطفى تاني قول لي اللسان ده طول ما مرفوع كده الصوت يبقى شغال لو اللسان ده كده ما تشتغلش الصوت ايوه ده بتاع الحلاوه يعني والغزل البنات هم بطل مصمم ده المزمار بتاع غزل البنات بيسمع بيه الزبون وهو ماشي هو بيبقى سارح يعني الحن ده بيوسع بيجي ان انا اعمل له انا الحاجه اللي اسمها البالوز دي بعمل له دي بس هو عشان ده كان المفروض يتنشر لحد كده دي كانت مصوت بتاعتي يا عم انا ما بنشوفه انت شاريه من السوق الجمعه ده هنا قال لي انا عندي انا عندي اكتر من 5 قلت لك لازم من عندك كمان زي زينها له كمان عم مصطفى بيروق الكلام اعمل لي بس البلوزات الثانيين وخلاص مظبوط له الصوت بتاعه هنا بس دي نظام ما بلاش صوابع بيشغل لسانه ايه على الريشه دي بيطلع الصوت ورينا كده هو غزل البنات والجيلات بيشغل لسانه ايه بينفخ وشغل لسانه ايه على الريشه ما شاء الله عليك يا مصطفى الراجل الجميل اللي حضرتك شفتوه النهارده معانا في التقرير الجميل اللي بيعمل الاله بتاعه المزمار والالات الجميله اللي في ايد الراجل ديت الحاجات الجميله اللي بيعملها في 5 جنيه وب 10 جنيه وب 25 الالات الجميله وده ب 2 جنيه بيعملوا اسعاره يعني ما شاء الله بسيطه وجميله وبيعمل حاجات بسيطه ومن شغل الهاند ميد يعني ما بيعملش حاجه بالمكن والكلام ده كله ده بيعمل حاجات بالهاند ميد زي ما انتم شايفين دلوقتي عم مصطفى كان معانا بجد في لايف جميل في حاجات حلوه هو بيعملها ما شاء الله يعني حاجات جميله وبسيطه بيحط الكرسي بيعمل حاجات بسيطه ما بيعملش حاجه ثانيه وبيجيب بوس الناس واقفه حواليه الناس واقفه حواليه عشان تشتري الحاجات الجميله اللي انتم شايفينها وناس هم حواليه عشان خاطر تشتري منه الحاجه بتاعته اللي هو بيصنعها اللي هو بيصنعها بايده زي ما انتم شايفين دلوقتي ده بيعملها للاطفال بيزينها كده وبيعملها ودي كمان بيزينها زي ما انتم شايفين بيعملها شغل عالي ودي ب 20 جنيه ودي ب 5 جنيه يعني حاجه مش صعبه خالص وزي ما انتم شايفين شغله حاجات بسيطه يعني جايب بوص وشغال منه حاجات بسيطه جدا وسكينه صغيره قطر كده وحبل مش عامل حاجه يعني فبجد ما شاء الله عليك الراجل المحترم عم مصطفى انت مره تانية عم مصطفى بيقعد في سوق الجمعه كل جمعه في الاباري في اسكندريه بتقعد فين تاني عم مصطفى تاني قول معلش ايام العاديه اول الميدان في المنشيه كده المنشيه فين الميدان التمثال بتاع محمد علي الدخله دي اللي قبل ما تحصل الجند المجهول اول
انت كل يوم هناك بقى كل مصطفى. يوم من بقى من الساعه 11 لحد الساعه 5 11 قبل النهار اه الساعه 11 الضهر قبل الظهر ما شاء الله الاسود غير السيف وتروح الحته الاسود العرب لان دي ليها شعبيه اكتر هناك ايوه الاسود العرب انا شفت عم مصطفى دلوقتي عامل حاجه جميله زي ما قلنا لحضراتكم بيعمل المزمار والحاجات البسيطه دي من حاجات بسيطه حاجات بسيطه وحاجات جميله ما شاء الله ربنا يا رب يديله الصحه والعافيه زي ما انتم شايفين ربنا يا رب يسرها عليه كنا مع حضراتكم في لايف جميل من محافظه الاسكندريه كان معكم اسلام رضا منصه ابو كبير ميديا.